لازم نتعرف عليها، نتعرف عملتها ايه، عدد سكانها ايه، لغتها ايه. معانا الحقيقة انسان مصري عاش هناك فترة طويلة من عمره. نتعرف يا فندم. عنان الجلالي، اهلا وسهلا. حياتك عشت في الدنمارك فترة طويلة مش كده؟ معظم سنوات حياتي برضو. بعد الدراسة يعني؟ تقريبا بعد الدراسة، وانا سافرت للدنمارك وسني تقريبا 19 سنة. بما انه برنامج للشباب وحضرتك سافرت في عز الشباب، كان ايه فرصة العمل اللي خليتك تقدر تسيب مصر وتروح تشوف مستقبل في دولة اخرى؟ بصراحة فرص العمل حضرتك كانت ايام ما انا ما سافرت كانت غير فرص العمل النهاردة. كان المجتمع الاوروبي بيتقبل ان في مهاجرين بيجوا، او بعض الناس انهم بيحضروا له ويساعدوا على تنمية المجتمع الاوروبي. النهاردة الوضع اختلف حضرتك، ان المجتمع الاوروبي اصبح ما فيهوش فرص عمل كتيرة لنفس ابنائه يعني كمان، فبالتالي خايف. بالظبط، انه ما فيهوش فرص عمل كتيرة بسبب ازمة البطالة اللي حصلت بالذات في الثمانينيات والنهاردة في التسعينيات. ففرص العمل النهاردة مختلفة تماما عن الفرص العمل اللي كانت موجودة في الستينيات مثلا. لما بنقول في بطالة في أوروبا، يعني عشان ما نبصش بس لمجتمعنا ونقول إن في مشكلة بطالة أو مشكلة إن إحنا نلاقي عمل، المشكلة دي موجودة في المجتمع الأوروبي أيضاً. طبعا حضرتك، ودي مشكلة بتغير حتى عادات وتقاليد الناس، لأن ونظرتهم للأجانب بالذات، لأنه بيعتبر إن الأجنبي مثلا، إحنا ما عندناش أجانب كتير في مصر، لو بصينا عدد الأجانب في مصر بالنسبة للشعب المصري فهو نسبة ضئيلة جدا. لكن حضرتك لما هناك بيزيد عدد الأجانب في الوقت اللي أولاد البلد نفسهم ما عندهمش فرصة عمل، فبيعتبروا إن الأجنبي بيجي بياخد فرصة العمل منهم ويقاسمه في قوته اليومي. ما بيكونش بقى مرحب بيه بهذه الدرجه يعني. بالظبط، بالذات بالنسبه اللي جاي يعمل، مش اللي جاي كسائح، دي حاجه تانية. اهلا وسهلا، ده هيجي فيه مساله اقتصاديه. بالظبط. طب احنا هنربط الاحزمه عشان نبتدي نروح الدنمارك، فمعظم الناس عايزين يعرفوا بعض الاسئله. العمله هناك ايه؟ فرق بين ما تيجي تفك العمله للمصري بتفيد السائح الاجنبي هنا قد ايه؟ ما نيجي احنا نروح هتكلفنا قد ايه؟ حضرتك، الدنمارك ممكن نقول ان هي دولة من اعلى مستويات المعيشة، او حققت اعلى مستويات معيشة في العالم. دولة العملة بتاعتها الكرونة الدنماركية من اقوى العملات الاوروبية النهاردة. طب لو سألت مثلا، عشان الناس بتتعامل بالدولار كتير لما يجوا يسافروا، كم كرونة في الدولار او كم دولار في كرونة؟ الدولار النهاردة سعره تقريبا 6 كرونة، ما بين 6 وستة ونص كرونة. استاذ عنان، قبل ما نطلع بالطيارة على طول، لو الشباب اللي معانا هنا يحب يسأل، ايه اهم سمات الشعب الدنماركي في موجز؟ الشعب الدنماركي شعب مسالم جدا، شعب يعتز بنفسه، شعب نظيف جدا. الشوارع هناك من أنظف الشوارع اللي في العالم. طب الناس بتشارك في النظافة دي؟ طبعا حضرتك، لأن القانون هناك بيحتم على إن كل دنماركي يمتلك عقار، وكل دنماركي يمتلك شركة أو محل مهما كان هذا النوع هذا المحل، طالما أنه بيمتلك مساحة من الأرض سواء كانت خالية أو غير خالية، فهو يحتم عليه تنظيف الرصيف اللي أمامها، وأيضا تنظيف نص الشارع اللي هو المسفلة الشارع الأسفلت، وبما أنه محتم عليه أيضا قانونا أنه ينظف المنطقة اللي موجود فيها منزله أو بيته من الداخل، بحيث أن منظرها لا يؤذي عين الآخرين. فده حاجة جميلة جدا جدا، وياريت احنا كلنا نتعلم منها، ياريت كل واحد فينا يشارك في مدينتنا في بلدنا، ان احنا كمان زي ما بنسافر عشان نتعلم حاجات جميلة جدا، دي من اهم السمات اللي ياريت نتعلمها مع بعض. نربط الاحزمة بقى ونسافر.